ترى كل ما فيها جميل واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل غرس طيب للورى جانا بالخلق الفضيل نحو هامات الثرى فيه برهان الدليل من إلى الحق برى لا يهاب مستحيل دون أحلام الكرى يرسم المعنى الأصيل طيف أجسام سرى يغمر القلب العليل فوق أفياء الثرى يرتجي ظل الظليل ابتسم حتى ترى كل ما فيها جميل واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل. عنوان حلقتنا اليوم المراجعة الذاتية. ونحن صغار توجيهنا خارجي ومساحة هذا التوجيه كبيرة، وكأنه الوالدين بلغة العصر هم الريسيفر الذي يستقبل سلوكنا، وهم أيضا جهاز التحكم الريموت كنترول الذي يتحسس من كل صغيرة وكبيرة احنا نسويها، وبعدين يقوم هو بتوجيه يعني بالامر بالمطلوب هدوءا او حركه او بعدا او الى اخره. هم الاباء والامهات من يتخذ الاجراء المطلوب الذي يرونه مناسبا لاي سلوك منا، ويستمر هذا الحال طبعا في كل ما تقدمنا في العمر، لكن مساحة هذا التوجيه مع الزمن تتراجع كثيرا، سواء بوعي من الوالدين أو من كليهما، وقد في أحيان قليلة تستمر حتى بعد أن يكبر هؤلاء الأبناء. طبعا إذا تراجعت عملية التوجيه الكثيرة تساهم في تقليل إذا تراجعت تساهم في مزيد من استقلالنا، وإذا استمرت فيتراجع استقلالنا، وأيضا إذا استمرت ستظهر بصورة يطلق عليها بالمصطلح النفسي الحماية الزائدة كأسلوب تعامل من الوالدين أو من واحد منهم، وغالبا الحماية الزائدة بكل صورها عامل معيق جدا للاستقلال. والمقصود هنا بالاستقلال القدرة على إدارة الذات واتخاذ القرارات المناسبة ومواجهة ضغوط الحياة وضغوط العمل، بحيث تجعل صاحبها قادر في نهاية المطاف ومن سن مبكرة أنه يعرف كيف يدير حياته بطريقة ناجحة، وأيضا تجعله قادر على مساعدة الآخرين في إدارة حياتهم في حدها الأدنى. وتظهر في هذه الحالة خصائص في شخصية الفرد المستقل تجعله منتجا فاعلا وفي موقع يسعى الكثير لطلب مشورته أو مساعدته أو توجيهه. ومع ما نرى من فوائد كثيرة لنمو الاستقلالية عند الفرد، إلا أن نسبة من الآباء والأمهات يعيقون هذه الاستقلالية ويعيقون نموها لدى أبنائهم، لا لأنهم يريدون أذيتهم أبدا، ولكن لأنهم لا يعرفون كيفية صنعها، مع أنها تمثل جانب مهم جدا من جوانب السواء عند الفرد. وغالبا ما تكون الحماية الزائدة مشبعة بعوامل الإعاقة التي تمنع الاستقلالية أو تضعف تشكلها، ولهذه طبعا الحماية مظاهرها وعوامل تكوينها، وفي هذا يعني في هذه الحلقة لن نتطرق لهذا، لكننا بالتأكيد بإذن الله سنعود لإعطائها ما تستحق من مساحة واهتمام في حلقات قادمة. لكن يبقى السؤال الملح، ما هي العوامل التي تساهم في بناء الاستقلال عند الأبناء والزوجات والأزواج أيضا؟ وقد يقول قائل من السهل أن نقبل وجود أبناء لا يتمتعون بالاستقلالية، ولكن كيف يمكن فهم وجود زوجات ليس لديهن القدر الكافي من الاستقلالية، أو أزواج لا يتمتعون بالاستقلالية المطلوبة لإدارة حياتهم؟ وبتقدير الجواب سهل جدا، الطفل اللي لم يحقق الاستقلالية قد يشب ويكبر والاستقلالية عنده ضعيفة، فإذا تزوج أو تزوجت فهناك احتمال كبير أن تبقى شخصياتهم غير مستقلة،
خاصة حين تتزوج الفتاة الاتكالية ضعيفة الاستقلالية من شاب مستقل بصورة واضحة، يقوم هو يشيلها. والأمر ذاته لما يتزوج شاب ما عنده استقلالية واتكالي على زوجة مستقلة، حتشيله. ولكن في كلتا الحالتين سيفرح الزوج اللي تلجأ إليه زوجته واللي مستمتع أنه هو شايلها، وفي كل صغيرة وكبيرة بتطلب توجيهاته، وستستمتع الزوجة اللي خرجت من بيت أهلها، خاصة إذا كان ما لها دور كبير يعني، وجاها زوج يتكل عليها ورامي حمله بالكامل عليها. لكن كلاهما الزوج والزوجة المستقلين اللي كل واحد منهم شايل طرف اتكالي جدا، سيشعر طال الزمن أم قصر بأن شريك حياته عبء كبير عليه، وسيرى أن ضعف الاستقلالية لديه يولد، هذا غير ضعيف الاستقلالية، ستتولد عنده الغيرة والقلق، ويتحول إلى شخص عالى على شريك الحياة. وستنطبق الآية التالية عليه حيث يقول رب العزة: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ طبعا الجواب لا، لا يمكن أن يستوي واحد كل مع واحد فعال. الشخص الفاعل الفعال الفاعل والذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، هذا هو النموذج المطلوب أن يخرج من بيوتنا. مراجعة بسيطة للأحداث التي مرت بها الثلة الأولى من المؤمنين بعد هجرتهم للمدينة وتكوين دولتهم هناك، حين خاضوا معركة أحد، وكانت معركة تكبدوا فيها خسارة مؤلمة، قتلى وجرحى وأرامل وأيتام من مجاميعهم. أنا يعني أسميها أحد تسونامي، زلزال على المستوى النفسي والاجتماعي بالنسبة لمجتمع حديث التكوين. لكن سؤالي: هل تركهم الله يكفكفون جراحهم، أم أن جبريل نقل إليهم توجيها ربانيا يوقظهم ويعلمهم درسا سيبقى أثره حتى قيام الساعة، وعنوانه: راجعوا أنفسكم بعد كل خسارة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، راجعوا أنفسكم. نحن عمليا لا نجد تاجر يخسر ولا يراجع حساباته ولا يدقق حساباته، بل يدقق في تفاصيل التفاصيل. لكن كثيرون ممن يفشلون في إدارة حياتهم يلقون بالمسؤولية على غيرهم ولا يراجعون أنفسهم. ليش المراجعة مطلوبة؟ لأني أنا إذا راجعت فسأضع يدي على مواطن الخطأ التي وقعت بها. إن تدريب أنفسنا على المراجعة الذاتية وتدريب أبنائنا عليها ومنذ سنوات عمرهم الأولى كفيل بجعلهم أكثر سواء وأكثر بصيرة وأكثر استقلالية وأكثر تحكما بذواتهم، كما تزيدهم تواضعا وتقل لديهم الكبر والغرور. والسؤال في منتهى البساطة: أي ابن أو ابنة وقع في خطأ، لا تصارخوا ولا تهزؤوا ولا تلجأوا إلى استراتيجية المفروض ولازم، تعال يا ولدي الآن صار اللي صار، قدر الله وما شاء فعل. أبغاك تأخذ وقتك للتفكير بالإجابة على هذا السؤال: فين دورك فيما حصل؟ واتركوا، صدقوني، وهذه تجربة شخصية، سيعود إليك ليقول: والله يا بابا أنا بعد ما رجعت نفسي أظن أني أنا سويت كذا ولا فعلت كذا. سيضع يده على بعض أخطاءه وعلى بعض ما ارتكبه من أخطاء، وهذا هو المطلوب. مو المطلوب يعرف كل أخطاءه، لكن المطلوب أنه يتدرب على النظر فيما فعل ويقوم بعملية مراجعة ذاتية، لأن هذه المراجعة الذاتية ستقلل كما قلنا الرغبة عنده في اتهام الآخرين. ألقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم بكل خير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتسم حتى ترى كل ما فيها جميل، واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل. غرس طيب للورى جانا بالخلق الفضيل، نحو هامات النرى فيه برهان الدليل. من إلى الأرض
حق برا لا يهاب مستحيل دون أحلام الكرام يرسم المعنى الأصيل ضيف أنسام سرى يغمر القلب العليل فوق أفياء الثرى يرتجي ظل الظليل ابتسم حتى ترى كل ما فيها جميل واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل.